قال مجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار الإنساني الذي تقوده روسيا لا يعمل. خلال اجتماع في نيويورك قال أعضاء من مجلس الأمن إن الوضع في الغوطة الشرقية من سيء إلى أسوأ منذ أن دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي رفع عدد القتلى والجرحى منذ ذلك الحين، كما أن هناك غارات جوية وتفجيرات وهجوما بغاز الكلور. وفي الوقت نفسه ما زال الآلاف من المدنيين محاصرين في الغوطة الشرقية دون مساعدة إنسانية ودون وجود معبر آمن للخروج من المنطقة.